نزلت اشتري سكاكين وصواتير ونص كيلو اكياس سودا، وقرر ان الالم اللي اخده من وشه هيكون عقاب كبير قوي. تعالوا اقول لكم ايه اللي حصل بالظبط. كرم محمد عبد الراضي وشهرته احمد ابو كلب او سفاح الشروق، جريمه بشعه جدا. 2018 في منطقه الشروق بلاغ وصل لاجهزه الامن ان في جريمه قتل حصلت لام واولادها الاربعه، كلهم مذبوحين والراس مفصوله تماما ومفيش اي اثار لاقتحام او عنف للمنزل، والاب مختفي من ساعه ما حصلت الجريمه. وخلال ما رجال البحث شغالين لقوا واحده من الجيران بتقول لهم ان الاب هو اللي عمل كده، ولما سالوا عن الاب لقوا ان هو انسان هادي جدا ومش بتاع مشاكل مع اي حد. وبعد التحريات الاوليه اثبتت ان الاب هو اللي عمل الجريمه دي، وبعد البحث اتضح ان هو كان متخانق مع مراته وطلقها، بس وقت ما كانوا بيتخانقوا مع بعض كانت هي ضربه بالقلم، والسبب ان هو كان شاكك في سلوكها مع صاحبه اللي كان اسمه عودة. وقتها الجيران اتدخلوا عشان يصلحوه له، بس شكله كده رجع عشان ينتقم. وفعلا وفي يوم نزل اشترى مخدر وحطه في ميه الشرب، ولما اتاكد ان مراته واولاده شربوا من الميه دي وناموا قرر ان هو ينفذ المصيبه دي، وراح جايب الساطور ودبحهم كلهم. ومش دي مشكله وبس، الشرطه اثناء البحث اكتشف ان هو كان عامل جريمه سنه 2009 كان قاتل فيها واحد صاحبه بسبب خلافهم على فلوس، قبض عليه واتحكم عليه بالاعدام. وقت ما حصلت الثوره والسجون اتفتحت هو وقتها هرب واتكتب له عمر جديد. بس مش يبتلي ربنا بقى، ده قرر ان هو يعيد نفس السيناريو مع مراته واولاده الاربعه. معقوله الانتقام يوصل للدرجه دي واب يذبح ولاده؟ شاركونا برايكم عشان يوصلكم كل جديد. كنت معاكم نور من عين مصر.